إلى النشرة الاقتصادية من الميادين، والبداية مع العناوين. اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في قطاعات بينها الكهرباء والإسكان، وجسر فوق البحر الأحمر يصل البلدين. أزمة الوقود في حلب السورية تحد من تنقل الأفراد وتعطل الحارة التجارية وتبادل البضائع. بينما تنوي تعزيز تبادل البيانات الضريبية، والصحفي الألماني إرنست فولف يؤكد للميادين ضلوع واشنطن في تسريب الوثائق المالية. وقعت مصر والسعودية عددا كبيرا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، بينها الكهرباء والإسكان والطاقة النووية، وذلك على هامش زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة. وفي اليوم الثاني من زيارته مصر، أعلن بن عبد العزيز أثناء كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن اتفاق على تشييد جسر يربط بين البلدين. بدوره اقترح السيسي تسمية الجسر باسم الملك سلمان بن عبد العزيز. يواجه الصيادون العراقيون في البصرة صعوبات متزايدة. الصيد الجائر وانخفاض منسوب المياه بسبب السدود التي بنتها تركيا واستيراد الأسماك أسباب رئيسية دفعتهم إلى الاستغناء عن قواربهم وإنشاء مزارع خاصة لتربية الأسماك وبيعها. تربية الأسماك وبيعها لم تعد بالأمر السهل في البصرة. البحر ضاق بالصيادين الذين تخلوا عن قواربهم مرغمين ولجأوا إلى هذه المزارع التي أنشئت بالتعاون مع مركز الزراعة والعلوم في جامعة البصرة. الجنوب بصورة عامة كان يغذي معظم العراق وحتى للدول المجاورة من الأسماك اللي بدأت تنقرض، مثل القطان والبني والخشنة. هاي النوعيات اللي بدنا احنا ما نحصل عليها، لكن اليوم طبعا يعني فكره تربيه الاسماك بدينا مثلا نربي اسماك الكارب، وكذلك اكو بحوث داخل جامعه البصره. ويقول مربو الاسماك ان خفر السواحل التابعه لدول مجاوره ينظم دوريات في نهر شط العرب ويضيق على الصيادين العراقيين. بسبب السياسه اللي موجوده، سياسه الدوله يعني للاسف الشديد الضعيفه، ما قدرت توفر حمايه كافيه للصيادين والمياهنه الاقليميه. فلذلك التجأ عموم الصيادين التجأوا إلى تربية الأسماك بالأقفاص العائمة أو بطرق وسائل ثانية. تفاقمت مشكلة الصيادين أكثر بعدما انخفض منسوب المياه إثر بناء تركيا سدودا على نهر دجلة خنقت مجرى المياه، إضافة إلى استيراد الأسماك من جانب تجار محليين لبيعها بأرخص الأسعار برغم قلة جودتها. يعني لو كل شركه مثلنا تفكر، او كل مزارع يعني عنده مشروع يعني يفكر يسوق للبصره 300 طن بالموسم، فيمكن ما نحتاج الاستيراد، ما نحتاج الاسماك اللي تجينا من خارج العراق، وبنفس الوقت العمله صعبه باقي ببلدنا. وبهدف دعم مربي الاسماك افتتحت 3 مختبرات تابعه للقطاع الخاص بالتعاون مع مركز الزراعه والعلوم في جامعه البصره. وتوفر المختبرات بيض السمك وتقدم إرشادات وتوجيهات للمربين، كما تمول مشاريع تجريبية لتعزيز مخزون السمك. أكد وكيل وزارة الأشغال في قطاع غزة ناجي سرحان أن الاتهامات الإسرائيلية بعدم استخدام الإسمنت المورد إلى قطاع غزة في البناء هي اتهامات باطلة. وقال في تصريح خاص للميادين أن المتابعة والتدقيق وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة أظهر أن مواد البناء لم تذهب بأي شكل من الأشكال خارج النظام المعمول به، إنما ذهبت إلى المستحقين وفق الخطة. متابعة مع اليونوبس وهي الجهة التي تراقب الأسمنت، فإنه لم يأخذ أحد أسمنت يعني خارج النظام، وإنما المواطنين الذين أسميهم معتمدة على النظام هم الذين استلموا الأسمنت. المشكلة أنه تدخلت وزارة الاقتصاد لفترة بسبب أن كميات الأسمنت التي تدخل غزة هي كميات قليلة، وبالتالي أدت إلى أنه بعض الموزعين أن يستغلوا المواطن ويبيعوا بسعر أعلى. سرحان أكد أن قطاع غزة يحتاج إلى كميات هائلة من الإسمنت، وأن الحصار منع دخول المادة الأساسية في البناء، ما أدى إلى ترهل المباني القائمة.
ما بني حقيقة إلى حتى الآن هو مليون، هو 1600 وحدة سكنية من أصل 11000 وحدة سكنية، وبالتالي الاحتياج كبير، والاحتياج ليس فقط على المنازل المهدمة، أيضا للمواطنين الذين يريدون أن يبنوا بيوتهم، لأنه كثير من المواطنين يعني يحتاجوا إلى بناء بيوتهم بعد فترة الحصار السابقة وعدم دخول الأسمنت. طالب رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي لينسي جراهام برصد مساعدات طارئة بعدة مليارات دولار لمساعدة مصر والأردن ولبنان، مؤكدا أنها تواجه ضغوطا شديدة بسبب الأزمات السياسية واللاجئين والحرب السورية. جراهام دعا إلى إرسال الأموال أيضا إلى الحكومة الإسرائيلية، وأكد أنه يتوقع معارضة من زملائه الجمهوريين متوقعا مساندة الديمقراطيين، وقال أنه سيطلب من البنتاغون الموافقة على طلبات مصر بتزويدها بمعدات عسكرية إضافية. لم يعايش السوريون يوما أزمة شح مادة البنزين كما عايشوها في ظل الحرب، أزمة تخلق أزمة وإن كانت مؤقتة، فسائق الأجرة لا يحتمل توقف سيارته عن عمل يوفر لعائلته قوت يومها. عبدالله ظاهر والتفاصيل من حلب. ينتظر أحمد مع رفاق المهنة سائقي سيارات الأجرة توافر مادة البنزين في محطات حلب للتزود بالوقود ومتابعة العمل. افتقاد مادة البنزين بين الحين والآخر يجعل مهمة العمل صعبة ويجبر سيارات الأجرة على اتخاذ راحة إجبارية. عم نعاني انه والله البنزين هون عم بسكر علينا الطريق، بصير دورنا أصعب، بصير كذا. وقت كان ما في يعني أزمة بنزين كنا نمشي بسهولة الحمد لله. يعني هلا شوي هيك عم نعاني بسبب البنزين الموجود انه والله معنا. منذ ايام لا بنزين في السوق والمحطات الحلبيه، ازمه عاناها وعايشها المواطنون وربما اعتادوها، انها الحرب واثارها. بما انه ما في غير هالكازيه مازوت لازم يحولوها غير كازيه، يعني عم نعاني نحن من الشارع الخطوط، وقتنا ضيق، اذا بدي اوقف على الدور ساعتين وثلاثه ليجيني دور مشكله كبيره، راح النهار كله، وشغلنا الصبح الجامعات المدارس كلها الصبح. خراطيم البنزين المرفوعة بهذه الطريقة دليل على خلو المحطات من المادة، ما يجبر العداد على التوقف بانتظار ملء الخزانة بالوقود من شاحنات ملت الانتظار. كمية المازوت اللي عم ناخدها نحن قليلة كتير، نحن باليومين عم نروح شي 75 لتر عم يعطونا 50، ما بتكفينا طاولة، عم نضطر ناخد يا من برا يا أما بدنا ما نخدم الخط مزبوط. يعني الخمسين لتر إذا بتشتغلها مزبوط والله العظيم ما بكفيك يوم واحد بس. بالنسبة للأسعار كل شيء مرتفع، مو بس البنزين والمازوت، وكل شيء مرتفع. والصبح بنجي مرتين، أول مرة بنجي بنسلم الكارت وبنروح، بنرجع نجي مرة ثانية بنوقف ساعتين وثلاثة مشان يجينا دور المازوت، وإذا تأخرت شوي ما بقى يستلموا منك الكارت هون بالكازية. لم يسلم من هذه الأزمة المؤقتة سوى سائقي الباصات والمركبات التي تعمل على المازوت، وسط حسد يرافقهم من زملاء المهنة أصحاب سيارات الأجرة. تشهد مدينة حلب منذ أيام أزمة مشتقات نفطية من مازوت وبنزين بفعل ارتفاع حاجة السوق وانخفاض المادة المسلمة. عبدالله ظاهر، حلب، الميادين. أمل وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن يتفق كبار منتجي النفط على تثبيت إنتاج الخام، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده في الدوحة هذا الشهر. نوفاك قال أن موسكو ملتزمة بالاتفاق المبدئي على تثبيت إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه من قبل، وأن المنتجين يناقشون حاليا تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني يناير، لكن قد يتم عرض مقترحات أخرى. فرض مصرف إنجلترا المركزي غرامة على الوحدة التابعة لمصرف قطر الإسلامي العامل في المملكة المتحدة، وذلك بسبب عدم إبلاغ البنك المركزي بموارده المالية لعامي 2011-2012. الغرامة قدرها 1,950,000 دولار بسبب عدم تقييم المصرف القطري لرأس ماله كما كان مطلوبا منه. أكد الصحفي الألماني والباحث في شؤون الاقتصاد العالمي إرنست فولف أن واشنطن ورجال المال الأمريكيين يقفون وراء فضيحة وثائق بنما. وفي مقابلة مع الميادين أوضح أن واشنطن تهدف إلى تحويل التدفقات المالية من الجينات الضريبية والملاذات المالية إلى مصارف الولايات المتحدة. مسألة تشريبات أوراق بنما من هندسة ومن خطة أثرياء العالم، من كبار أثرياء العالم.
والولايات المتحدة الآن تستعد لهبوط اقتصادي كبير، ولهذا السبب أعتقد أن هذا من أبرز أسباب إصدار هذه الوثائق الآن. بالإضافة إلى ذلك ابتزاز بعض الأثرياء في العالم، ما يحاول القيام به الأمريكيون، يحاولون الحصول على بعض هذه الأموال، الأموال السوداء بدول أخرى، بالتالي قاموا بتفعيل هذه المجموعة من الصحفيين المحققين، بالتالي كلها جزء من الخطة من أجل إعادة المال إلى البنوك الأمريكية. حديث الصحفي الألماني والباحث في شؤون الاقتصاد العالمي إرنست فولف جاء ضمن برنامج الاقتصادية الذي يعرض السبت عند 5:30 مساء بتوقيت القدس. أعلنت وزيرة خارجية بنما إيزابيل سامالو أن بلادها ستعمق الحوار مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتبادل البيانات الضريبية، وذلك بعد فضيحة التهرب الضريبي فيما بات يعرف ببنما ليكس. وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي قد دعا إلى وضع لائحة سوداء واحدة للملاذات الضريبية مع معايير مشتركة لدول الاتحاد، فيما كلفت مجموعة 20 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية متابعة الملف. المهاجرون من تركيا عالقون في الجزر اليونانية، وذلك وفق منظمة العفو الدولية التي كشفت عن وجود هؤلاء في مراكز احتجاز على هذه الجزر، وهم يعيشون في ظروف مروعة من دون مساعدة قانونية أو معلومات عن مصيرهم. وكشف تقرير المنظمة وجود حالات تتطلب مساعدة فورية، أبرزها رضيع يعاني من مضاعفات جراء هجوم في سوريا، وامرأة حامل في الأشهر الأخيرة، إضافة إلى أشخاص عاجزين عن الحركة وطفلة تعاني من الإعاقة. ختام النشرة، إلى اللقاء.